اللي زي اي بنت، والسندريلا اللي بتتمتع بحضورها وخفة دمها على المسرح، معانا النجمة اللبنانية دولي شاهين. نقول هاي لنوشة، نوشة قلبي وعيوني. مامي شو بدك تصيري لما تكبري؟ دكتور للولاد، مغنية، وبرضه كانت اسمها ومعلمة الجامعة. قصدها يعني مدرسة في الجامعة، عميد في الجامعة. انا بحاول ان انا ابني معاها صداقه مستمره، عشان انت مش ضامن الزمن يعني، وكمان 10 سنين هيحصل ايه، كمان 20 سنه هيحصل ايه. الدنيا عماله تتطور والدنيا عماله تنفتح كل ماده، وانت في الاخر انت فاكر انت وانت صغير كنت عامل ازاي، ولما بقيت مراهق كنت عامل ازاي، ولما اكبر كنت عامل ازاي. فانا بحاول ان انا ابني معاها علاقه كويسه يبقى فيها صدق وصراحه وشفافيه للمستقبل. لا مش موضوع خايفة. بص انا زي حال كل اللبنانيين يعني، ده لا يعود الفضل في لينا، انا ربيت كده واصحابي كده واهلي كده والناس كلها اللي اعرفها كده. احنا عموما كلبنانيين هتلاقي ان احنا من 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 قدس العلم يعني، بالنسبة لنا العلم ده حاجة مهمة جدا، زي الاكل والشرب في علم يعني، اكل شرب علم. فلازم البني ادم يتعلم ويكمل علم للاخر وياخد شهادة، وبعد كده لو عنده اي هواية هو ديجا كده كده الهواية دي انا بنميها مثلا في ابني او في بنتي، فلو عايز يعملها مفيش مانع. انما الاول حاجة ايه؟ العلم، ثم العلم، ثم العلم، ثم العلم، ثم اي حاجة تانية بس. فانا طبعا ما عنديش اي اعتراض انها تبقى فنانة، ولكن الاساسي ايه؟ اكاديميا. لازم تبقى مثقفه، لازم تبقى متعلمه، لازم تبقى معاها شهاده، لازم تبقى يعني. لو فكرت في يوم من الايام انا مش عايزه اكمل في الفن، هتعمل ايه؟ هتقعد في البيت؟ لازم يبقى في معاها حاجه يعني تسند بي، يعني زي ما بيقولوا كده تسند بيها نفسها، ولا مش عارفه بيقولوا ايه، بس اي كلام يعني. بس العلم طبعا اهم حاجه في الدنيا. تابعوا كل اخباري على مصر اونلاين، بحبكم قوي. دولي شاهين، ثانك يو.